طبعا وايد ناس قاعد يسألوني إن شلون تسفرت أو شلون تسفرت وليش. طبعا أنا قبل وقعت تعهد في مباحث الآداب بسبة فيديو انتشر لي وأنا بالسيارة، الشخص اللي صورني بدون إذني، الكلام اللي صارت غشمرة ربع. فهذه الشغلة أنا قبل لا يستدعوني أنا رحت رفعت عليه قضية. فشنو صار؟ استدعوني، وقعت معهم تعهد فعشان لا يذكر هذا الشيء، ومن هذاك الوقت أنا وقفت تغليد وسوالف ووايد أمور. فشنو صار؟ فأنا وقعت تعهد، وصارت بعد أيام صارت بيني وبين وحدة خلاف شخصي، عارفين شنو هو الخلاف. فشنو صار؟ هذه راحت قدمت علي شكوى، طلعت فيديو قديم لي قبل التعهد، الفيديو وقت تاريخه موجود حتى باليوتيوب ان الفيديو هذا قديم. شنو الفيديو؟ الفيديو اللي هو لفلاح ميجو، هو بطل لايف قاعد يمي وقط عليه كلمة وقال، يعني هذا الكلام هو قال له وانا كنت على نياتي. هو معروف يعني كلامه يقط غشمرة وما شنو، حتى هو قال، اضحك اضحك، يعني هو قال الكلمة انا ساكت قاعد طالعه. هو الفيديو الحين بحط لكم، بعد شوي بحط لكم الفيديو شنو هو الفيديو. المهم شنو صار؟ هي طلعت هالفيديو وفيديوهات وايد قديمة لي قبل التعهد بوقت. استدعوني مباحث الآداب، رحت لهم قالوا لي وروني الفيديو، وانا قلت لهم ان الفيديو هذا، وريتهم التاريخ ان الفيديو هذا صار له شهر، اكثر من اشهر وايد قبل التعهد، يعني ماكو شيء جديد بعد التعهد، يعني انا وقفت ويعني ما قمت اسوي سوالف احتراما للتعهد والقانون الكويت، واحترمت مباحث الآداب كل الموجودين، ان انا ما قمت لا اقلد ولا اسوي اي شيء اخالف فيه القانون. فشنو صار؟ قالوا لي يب جوازك، يب جوازك نحطه عندنا لمده 3 اشهر عشان تحسين سلوك. وانا جوازي كان ضايع، بس بعد يوم شي دورت، امي دورت بالبيت ويابت الجواز. قالوا لي شنو؟ فجأة جبت لهم، قدمت لهم، قالوا حق امي اخلاء سبيل الساعة 6 المغرب. امي ردت البيت وانا وقعوني هناك تعهد مرة ثانية عشان انه ما ادري شنو، انه خلاص هم داروا ان الفيديو قدم كل شيء. وقعت معهم تعهد مرة ثانية ترى بسبت الفيديو اللي قلت لكم عليه، بس هذا هو. فجأة الساعة 6 المغرب طلعت، ركبوني جيمس أسود، سيارة أسود مغيمة، ودوني الضجيج الأبعاد، ودوني هناك، بصموني. قلت إن أنا بدق على أمي، أنا كنت قاعد أبكي وزعلان إن أنتوا قلتوا بنفسكم إخلاء سبيل، حق أمي، حق المحامين، حقي أنا إخلاء سبيل الساعة 6، قسما بالله. ورحت بصموني هناك، بصموني هناك هناك بصموني. بعدها أنا ما أصلا ما كنت عارف المكان شنو اللي داخل، قالوا لي إنه يعني مكان أبعاد، أنا انصدمت، إخلاء سبيل. فجأة جابوا لي ورقة ان تذكره. ركبت مره ثانيه سياره، ركبوني ودوني المطار، خذوا تليفوني، ماسحين كل شيء بتليفوني، انستغرام، سناب، ارقام، صوري انا واهلي، تليفون كان، اعطوني تليفون واعطوني مبلغ 40 دينار. انا رفضت اخذ المبلغ 40 دينار، انا بس خذت تليفوني ورحت بدون لبس، يعني جنطه اغراض لبسي، لان كنت 3 ايام كنت بباحث الاداب، فيعني رحت فجاه، يعني حتى ما قدرت اتواصل مع امي اقول لها مثلا ابي اغراضي او ابي شيء، او اقول حتى اقول الخبر حق امي هذا الشيء. انا احترم دوله الكويت وقانون الكويت، انا اناشد الوزير الداخليه انس صالح الغالي، اعتبرني ولدك الصغير، انا عمري ما دشيت مخدرات ولا قتلت ولا ذبحت ولا سويت أعمال
دعارة ولا سبيت غلط أي دولة، وأنا أحترم كل الدول العالم وكل دول الخليج، وأنا عمري ما صورت جزء من جسمي غير لائق فيديوهات مخلل الآداب. أنا أتمنى أناشد وزير الداخل إنه يطالع ملفي بروح القانون، وأتمنى يتشيك الملفي بروح القانون. انا وحيد امي ويتيم الاب، وانا لما دشيت سوشيال ميديا كنت قاعد احاول اني اطلع رزقتي واساعد في اهلي وامي. انا ما عندي غيرها، فانا اذا يوم الايام اخطات بسوشيال ميديا فانا تعلمت من خطاي. وانا اخر مره لما دخلت مباحث الاداب وقعت معاهم تعهد اني حتى ما اقلد، ما أسوي ولا شيء. بس هذه شخصية دشت وقدمت علي شكوى اللي فيديوهات قديمة لي أنا، ووقت وتاريخ موجود، حتى قلت لهم أنا صارت معاي إبعاد إداري، وأنا عمري ما ضريت أحد وما عندي قضايا، وأنا أحترم قانون الكويت وقوانين دولة الكويت، فأنا عمري ما أخطيت أو قدمت فيديوهات مخلل آداب، بس قدمت فيديوهات التقليد المشاهير اللي تعلمتها من عمالقة النجوم اللي قاعد أشوفها بالتلفزيون، قدمتها بسوشيال ميديا. أناشد الطويل العمر الوزير الداخلي أنا الصالح إنه ينظر لملفي بروح القانون، لأن أنا قدمت كل هالفيديوهات كانت قديمة وقبل التعهد. أنا ما عندي غير أمي، أنا وحيد أمي وما عندي غيرها، فأتمنى أناشد وزير داخل إنه ينظر لملفي بروح القانون. طبعا شريت كمية من الحلويات والكيك عشان بوزع حق الناس، عشان أبونا بابا الصباح، شيخنا بابا الصباح يرد لنا بس